Exit File. يو الدراري، معكم اسماعيل بليفا and this is Kravpoka. Kravpoka بدأ في 2014 أول EP ديالهم موندولين اللي داروا له الريورك في 2015 بنفس السمية. خرجوا عاوتاني ألبوم تاني في 2017 اللي سميتو لا كانيتا لا ميغ. Kravpoka كي ايدونتيفيو راسهم as a rap punk mandolin band، حيتاش كيمزجوا بين الانرجي ديال البانك و لا فورس ديال الراب باش يترانسميتو الميساج ديالو. الجروب مكون من 7 لي مونبر، سافوار دو رابور غيتاريست باسيست و درامر. دوك تو رابرز اللي معاهم في الجروب معروفين باللي كيهبطوا مع كيهبطوا عند كراود كيمشيو معاهم كيغنيو معاهم، وداكشي اللي كتعطي واحد ليدونتيتي للكرافبوكا. سو فاش يهبط عندكم الفوكاليست ما تنتفوش، الله يرحم الوالدين، وما تحيدوش الكالبوم ديالو، الله يجازيكم. الشوز ديالهم معروفين بلاناخشي صفار لانيماسيون اللي كتلقى باغ اكزومبل العافيه things like بايرماني والفلاماش فهمتي داكشي لا داكشي ديال تيرات شخربيق. المهم الشوز ديالهم معروفين اوسي بلي كيكونوا اندر جراوند بزاف، صفار كيلعبوهم جينيرالمون في دي تيران ديال الباسكيت، دي كاج ديال المترو، دي سين اللي فريمون ما معروفينش، ما كيلعبوش في دو كروند سين دو كروند فيستيفال في فرنسا، هما معمر ما داروا لي تورني اوروبيان ولا كاع مونديال. لو فيت كو انهم غادي يجيو البولفار سي اون اوبورتونيتي لينا حنا باش نتعرفوا على باند اندر جراوند ونعرفوا لا كاليتي ديال التقصار اي النيفو ديال التقصار اللي واصلين ليه الباندز. لا فيوزيون ما بين البانك والراب ديال كرافبوكا عطاتهم واحد ليدونتيتي اللي خاصه بهم، ليدونتيتي قدروا يستغلوها باش يديروا دي سونغز اللي مانسبيرين دي شونسون اسبانيول باغ اكزومبل. باش نختموا هذا الابيزود، كرافبوكا واحد الجروب اللي يقدر يمزج بين الراب بالليريكس ديالهم والهيت والانجر اللي فيها والبانك بالانرجي ديال الريفز والدرامز والستاف باش يخرجوا واحد البرودوي بروبر ليهم. سو دراري خاصكم شفتوا هاد لوبورتونيتي باش تمشيو تفرجوا في كرافبوكا وغتزهاو ديال بصح.